بداية هذه الركعة الكبيرة، وهذه الركعة الممتعة التي نتمنى أن تكون عند حسن الظن، نتمنى أن تكون هي الأجمل، هي الأروع، هي الأحلى. أتى إلى المنتخبين ولكن خطر، انتابع الكرة الثوب الكلور، انتابع لمسعة أدخال الزان الأور، نقطة تمريرة وخير الله. أردت كرة خطيرة أمام المرمى، متابعة مشاهدة على أعصاب منذ اللحظات الأولى للمنتخبين، جمهور المنتخبين تصويبة قوية. لكن جاءت هذه الكلمة من أجل أن تدفع، من أجل أن تدفع. ولا كرة، ولا كرة، خطيرة، جول، خطيرة، 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 الكرة المغربية. وصلت إلى الكرة، وصلت إلى في منتصف التمريرة. يا سلام على الأخيرة، التمريرات السريعة من قبل لاعبي منتخب الجيم. ناصر شريف في الكرة الماضية، كرة تقطع إلى قد تكون امتدادية شراحية، الدخول إلى منطقة الجزاء. بالاشواط الاصليه او بركلات الترجيح او بكره كاتله لا يهم الامر، لكن الاهم ان يصلوا والتواجد في المباراه النهائيه وان يتوجوا ابطال لهذه البطوله. اسماعيل فلاته في المكان الصحيح، الاساسيه والركيزه الاساسيه التي يركز عليها دائما المدربين العالميين، وبالتالي كل مدرب لكره القدم. الكرة وصلت إلى في المنتصف بشكل سميع. يا سلام على محاولة المرور، لكن الكرة والتغطية موجودة في لقطة ما. يا سلام على تمريرة، على قراءة، على تفاهم، خطيرة، 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 خطيرة. أوه، الكرة والتصويبة الإيجابية خطيرة أمام المرمى الأخضر. إي باهي. الدوزيام إيتا إي باهي، مدام دي مسيو، النيجيريان سو لو بالون، كو فونتيل فير؟ Joue latéralement sur le numéro 22 qui est de l'autre côté à l'aide. Que va-t-il faire? Il se fait reprendre par la défense afghane. Le défenseur essaie de jouer le physique. Il vient pour qui? Pour le numéro 4. Que va-t-il faire? Il agit de l'autre côté à l'aide pour son partenaire d'attaque. Centre afghan pour qui? La balle est disputée. Dégagement de la défense nigériane. La balle vient pour le défenseur afghan qui frappe. Corner. Oh là 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 là. Magnifique occasion pour les Afghans. La frappe balle est partie pour qui? Pour la tête d'un Afghan. Penalty signalé par M. Nabil, non? Oh là. Corner parti, dégagement de la défense nigériane, ou plutôt pour le portier qui est. Les Afghans, comment tu fais? Oh là là! Balle sur le montant. Les Afghans cherchent à égaliser. Non, 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 plutôt là. C'est bien pour le numéro 8. Hors jeu, pas signalé par l'arbitre. Les Afghans sortent au niveau de la ligne médiane. Comment tu fais? Il joue pour qui? Pour personne, il n'y a pas hors jeu. Balle pour la caca afghane, comment tu fais? Tout le monde! Oh là 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 là! Son ailier numéro 22, il essaie de traverser son vis-à-vis. Les Nigériens, centre des Nigériens, pour qui? Pour le numéro 7, que va-t-il faire? Il va frapper. Balle à côté. Alors que le public, rien de réussi au Nigérian ce soir. C'est les Afghans par contre qui essayent d'avancer cette contre-attaque. Djibouti. Oh là 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 là. La balle pour qui? Pour le portier. Alors que 11. Le numéro 11 pour le numéro 6 qui essaie de déborder de l'autre côté. La balle n'est pas sortie. Centre nigérian pour qui? Pour personne. Sylvie pour la défense. Frappe! Nigérian. Longue touche nigériane pour qui? Pour la défense afghane qui essaie quand même que mal de se dégager. Centre du numéro 8 pour qui? Pour le gardien.
افغان كيسي دي بوكسي عرفت اذا افغان سي ديكاري من يقدموا هذه البطولة بالحلة الجديدة افغانستان نيجيريا في قمة مميزة بكل تأكيد ادت الاثمار كان على الكرة فيها الابعاد فيها الكرة الثانية برب هادي عبد الرزاق وهذه الكرة الى برموز الله الله على حارس المرمى هنا لعبة الدفاع هذه محاولة هذه الكرة مستمرة الله على القوة على الإدارة الاستمرارية الكرة مستمرة نيجيريا 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 في خلال تمريرة انطلاقة من جانب الهلال هذه السريعة هذه الكرة نيجيريا فيها تحديد الافغان يدافعون هارون هارون يتقدم الله يا بلال مستحيل الخطر الحارس المرمى بلال ركلة مرمى لصالح افغانستان صافرة احمد سليمان مشاهدينا ومتابعينا Look.
حدر الشكر حدر الشكر لجميع اللاعبين. هكذا كانت الركلات على لقابكم يوم السبت ابناء الوطن فلسطين. سعيد جدا بمشاركتي في رسول التعليق في هذه البطوله وعلى امل اللقاء بكم في مواجهه قادمه. شكرا بذكر اللي كان ايضا معي في رسول التعليق، تقبلوا تحياتي في امان الله.